مساء سعيدا وأوقاتا طيبة، وأهلا ومرحبا بجميع المشاهدين الكرام. من شمالنا الحبيب نقدم لحضراتكم الآن برنامجا بعنوان انتصار الجبل. عادت الجبال الشم ناصعة بثلوجها وطاهرة من كل دنس الغزاة الخونيين. مبارك النصر ومبارك لرايات عراقية خفاقة تسمو فوق قمم جبالنا الشماء وفوق جثث من حاول الدخول إلى أراضينا والاعتداء على أرضنا الطاهرة. من هذا المكان المرتفع في جبالنا ضمن الفيلق الأول سيقدم الأبطال الذين صالوا في هذه الأماكن وحرروا الرواقم يقدمون كلمة بهذه المناسبة وحقوها بالعميد علي. العميد قوات خاصة على حسين مزل آمر قوات مغاوير القعقاع عادا منا وباسم رجال مغاور القعقاع أن نبقى جنودا أوفياء للحزب والثورة مدافعين عن تراث البلد ولا ندع مجوسيا تطأ قدمه أرض بلادنا. وشكرا. بارك الله فيك سيد المقدم. المقدم صلاح السماك آمر أحد تشكيلات قوات القعقاع. باسم المقاتلين نعاهد السيد الرئيس القائد حفظه الله أن نكون أولئك المقاتلين الأبطال في الذود عن حياض الوطن وشرفه وكرامته. عهدا منا أن نكون الجنود الأمناء في هذا لهذا البلد العزيز. وشكرا. الله يبارك فيكم. الله يحييكم. مع السلامة. مشاهدينا الكرام، واحنا راجعين من جبهات القتال في شرق شوارتا وبقية الرواقم اللي شاهدتوا منها اللقاءات اللي أجريناها، واحنا راجعين شفنا الراعي اللي يرعى بمجموعة من الثيران والأبقار واللي هي متمتعة بهذه الطبيعة الخيرة اللي أنعم الله سبحانه وتعالى بالعطاء الخير على سفوح جبالها. راح نسأل بعض الأسئلة ونشوف الاسم الكريم. حمد الله. عبد الله اهلا وسهلا بك. شقد عنده اولاد وبنات؟ كم كرت هي كتت هي دو كرب هي سكت. واولاد كبار يعني هم؟ ايه كره كانت لجين لشرن لجبهه. عسكريين. عسكريين. منطقه كم عسكري بومزوزو؟
قبل كان هو من عسكري. يا اهلا وسهلا بك. اي والله اهلا وسهلا. يا سان حكمت بي مسموشر يقول هسه لو ينطوني مجال انا مروح احارب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. المنطقه مالته قريبه على الرعي مالت ليله نزيك عليه او تدخل او صوب هذا الوادي. كم راس هاي قد يرعى بيهم؟ قربان سيسر 300 راس. ده تفهمني بالعربي؟ ايه انا يعني شوي افهم عليك بالكردي بس ما اعرف اجاوب. اكيد كاك سمعت بالانتصار الاخير اللي قواتنا المسلحه بلا بيسمع. نعم بيسمع الحمد لله على خوف الجادي. يقول سمعنا الحمد لله الله يزيد على انتصاراتنا. نعم. وبهاي المصادفة الحلوة يحب يوجه فالتحية لأولاده هم بالبصرة. الله يحزك سلامك شتيك بوك وركان كلا بصرا. نعم شركان سلام بنيري بويان. ممنون ممنون قيناكا. والله بارك خوش بي أو خاتي خمانا أو خاكا. بارك الله بيك. بارك الله بيك. واجبهم يقول الأرض المهم الأرض. الله يخليك. اليوم هذا واجبهم. اي عاد والنعم ناموس شرف من والنعم والنعم. اي شكرا جزيلا والله ان شاء الله ينطي صحه وعافيه. شقد عمره هو؟ عمره تشناله مواليد بيستوسيب ومنازل مواليد 23 1923. ما شاء الله عليك العمر وان شاء الله والصحه الدائمه. اي اي صحه دائمه وعافيت كاكا. وعافيت عمي. يساعدكم. شلون الصحة؟ مشاهدينا الكرام، مجموعة من المغاوير الأبطال ضمن قوات القعقاع البطلة اللي ساهمت في المعركة الأخيرة معركة شوارته. راح أسألكم سؤال واحد وبس. كلكم واجهتوا العدو الإيراني الغاشم بالمعركة الأخيرة، لكن بس أريد صورة من شفتوا الإيرانيين واحد يجاوبني. نعم نعم نعم. بالله احكي. من يمك تفضل. طبعا المقاتل قاسم عبد الواحد من الرشيد البطله. نعم. اول ما تكلفنا بالمهمه ل زحم العدو فرحنا على الرغم اللي احنا الهدف مالنا اللي كلفونا به، فشفنا العدو فوق الرقم، فاحنا من اجينا بشيمه جنود ابطال، جنود القادسيه، جنود الاب المناضل صدام حسين حفظه الله. بارك الله فيك. فمن اجينا وصعدنا على الهدف مالنا. نعم. وعلى الربيه ردناها، فاجينا ما عبالك عندنا نوع من الهجوم، والله العظيم يعني اجينا عبالك عرس وزافين، يعني البشره الكل عراقي والكل مواطن صالح لهذا البلد. فمن اجينا ظلينا نهوس ونهتف بهتافاتنا للقائد. شنو الهوسه مالتك؟ الهوسه مالتنا يا حوم اتبع لو جرينا. يلا يلا يا حوم اتبع لو جرينا. مرحبا. أهلا. شلون صحه؟ اهلا وسهلا. مبروك عليكم اعياد نوروز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اسمك الكريم؟ عبد الله. اهلا وسهلا. اللغه العربيه مالتك طليقه جيد، ما نحتاج الى مترجم. مو هالقد تحتاج؟ لا اي والله شويه بعدين احنا نساعدك. تفضل. معدل بيع الاقمشه عندك، لان الجاي الكردي يمتاز بالاحتياج الامتار الكثيره، فما شاء الله عليك يعني بس نحب معدل البيع باليوم. باليوم والله الحمد لله وشكر نعمه من الله وعدنا ربح. نعم. وعندك اولاد؟ مو اولاد عندي الحمد لله سبعه. سبعه ما شاء الله. اكبر واحد فيهم؟ اكبر واحد بالايطاليا هو طالب. هذا يدرس. طالب. نعم. والباقيين ما شاء الله؟ والباقي ثلاثه بالجامعه واربعه هم صغيرين. صغار. نعم. الله يخليك. اهلا وسهلا. حتما تابعت سير المعارك اللي جرت بالفيلق الاول. صح. وتكلل هذا بالنصر الحاسم على اعدائنا. نعم. فشو تحب تقدم من كلمه؟ والله بس طبعا ما زور ما في خوش بو كواجيش عراقي سركو التني بدا سينا على انتصارات الجيش العراقي على العدو مسلحات كردية كواتوانيا كوشاخة الجهات الخفيفة الكردية اللي ساهمت بالمعركة ودوش بنيا راونا وزور زور ما في خوش وطاردوا العدو إلى داخل أراضي
كلش مرتاحين الحمد لله وشكر. بارك الله بك. بس اريد اسال سؤال واحد هسه خطر على بالي. الزي الكردي عاده يلبس في اي مكان، لكن بالزواج يعني هم المراه الكرديه هم تلبس نفس الزي ولا شنو؟ نفس الزي بس شويه يعني اضافات مثلا قاتين ثلاث هاي يعني تختار اكثر يعني من طبعا مو يعني نوع الراقي يعني من نوع الراقي لون ابيض لازم مو شرط ابيض اصفر ابيض يعني المهم يكون ملابس يعني حلوه ومثلا يعني جذابه يعني تكون نتمنى لكم ان شاء الله دائما الافراح وتحياتنا لكل المجرمين. شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، من الأفواج الخفيفة التي ساندت القوات المسلحة في تحرير الرواقم الأخيرة ضمن الصولة الأخيرة للفيلق الأول والتي توجت بالنصر الحاسم على أعدائنا الغاشمين، يسرنا أن نلتقي بالشيخ حسين السورتشي. أهلا وسهلا. يا لو مرحبا بي في تلفزيون بغداد. نحب كاك حسين بس توضح لنا الصورة اللي شاركتوا بها القوات المسلحة. والله احنا كعراقيين واجب علينا انه نكون مع بلدنا، فمن ان نشوف خطر على بلدنا احنا كلنا مستعدين في إزالة الخطر، واحنا قمنا بواجب مقدس وشاركنا جيشنا بتحرير الاراضي الذي احتلت من قبل العدو. مثل هذه المناسبة شو تحب تتحدث أكثر من خلال هذا اللقاء ويا التلفزيون؟ والله أنا أحب أنه إحنا فرحانين بهذا الانتصار، وإحنا نقدم كل إخلاصنا ولائنا لرئيسنا صدام حسين القائد المحبوب والقائد العزيز عندنا، وإحنا دائما مستعدين أن نقدم كل ما لدينا في سبيل مصلحة البلد. مع فوجكم كاكا عمر أيضا شارك من نعم الفوج. نعم مع فوجي أنا مستشار سادس وعمر مستشار فوج 77. نعم. وأيضا شارك معنا بتحرير أراضينا. نعم. وترد العدو من أراضينا. الله يحييكم ويبارك بكم. شكرا جزيلا. ينكسون رؤوسهم، يا ترى بماذا يفكرون؟ يفكرون بهذه الهزيمة الشنيعة التي ألحقناها بهم في الفيلق الأول، وأية خيبة مريرة يعانون منها الآن، وأي دمار حل بآلتهم الحربية، وأية آثار وانعكاسات ستتركها هذه الهزيمة على مجمل أوضاعهم النفسية والاجتماعية. من سرباز وظيفه قاسم علي سالهی اسرمی جندی مکلف قاسم صالح. چقد عمره بالله؟ چند سالته؟ 21 ساله. 21 سنه. متطوع لو عسكري؟ داوطلبي او سرباز وظيفه؟ سرباز وظيفه است. جندی مکلف. مکلف. چقد عنده اخوان خوات؟ چند تا برادر داری چند تا خواهر؟ دو تا برادر دارم دو تا خواهر. عنده 2 اخوان 2 خواهر. هو من الفرقه هاي 77 كاتب على الجامعه خراسان هستي؟ بله. الفرقه الذهبيه وضعهم بالهاي الهجوم الاخير يعني بالنسبه للفرقه مالته ممكن يحكي لنا؟ ميجي روحيه لشكر خود تنتو يعني عمليات شجوري بود روحيه لشكر مو خيلي ضعيف بود. چرا؟ چون که هیچ کس مثلا داوطلب جنگ کردن رو نداره. میگول معنویاتنا كانت منهاره جدا لان ما احد الى رغبه بالقتال. اي شلون مو فرقه ذهبيه شلون هيك؟ قال لشكرتهم بيحترم دعاءاتهم. شو تقول لعاد؟ قال لشكرت تلاعيب شو مقال چرا اینجوری میگن؟ بس چون که اون حرفایی که فرمانده ها میزنن خودشون عمل نمیکنن، بیشتر به سربازا اجبار میکنن، سربازا رویشون بس زیبه. بس حچی بود لكن بالنسبه حكي اكو وفعل ماكو فعل بدون قول. اذا اكو فعل او حكي بدون فعل مثل ما نقول شلون العدي يتوجه للجبهه؟ ميقا اقر فقط حرف ميزان فقط حرف على كي ميزان بس جسم يعني جبهه ما اجبار ميان يقول يجيبونا بالقوه الى جبهه.
على كل حال شكرا. خيلي متشكر. الذين يأتون بهذه الكلمات أكيد يندفعون ويجبرون على الحرب، وهكذا تكون الكلمات إلى أزلامهم الدجالين الخمينيين ورفسنجاني. الموت لهم، هكذا قالوا أسراهم. شرعنا بالهجوم، أنا شرعت الساعة 2000 يعني الساعة 8، ووصلنا الأهداف مالتنا بشكل متقارب مع رتل القوات العميد قوات خاصة على حسين مزعل، واستطعنا تدمير العدو تدمير كامل، فما بقى من عنده إلا اللي زمناهم أسرى والباقين قتل انقتل، واللي تأثر تأثر واللي هرب هرب. وصلنا عليهم صولة بحيث أنه القوات المغاوية أو جنودنا البواسل أبلوا بلاء حسنا، بحيث أنه دمرنا العدو بأسرع ما يمكن. بالرتل الثاني اللي مثل المقدم الركن مهلا جميل مجيد النعيمي. أهلا وسهلا. أهلا بيشوف. شون تم لقاء الرتل الثاني بالرتلين الأول والثالث؟ والله المالتي هو الرتل المركزي بالتقدم ثلاثة رتال، فكان خط الشروق مالتي يبدأ من وجود للعدو. نعم. ففكرت أنه كان جناحي أيمن أن أحسن أسلوب حتى لا ألتهي معاه وطول في وقت طويل وكبير بيستنزف العدو معايا، وحتى أحقق هدفي المرسوم لي بالوقت المطلوب قبل الضياء الأول، قبل الساعة 6 الصبح أجوزت العدو وتركته، وكان يبعد عني تقريبا 200 متر، وعبرت وادي إلى يسار، وكانت المنطقة كلها منطقة أشجار كثيفة، وكان المطر كلش كثير يعني كبير وشديد، وأنا الحمد لله توفقت في الوصول إلى هدفي، وكان هدفي يتكلف من 3 رواقم وهو القلب، وقدرت أن أنجز المرحلة الأولى من مهمتي بالساعة 630 الصبح، وتم أسر عدد كبير من العدو والسلاح على أسلحة كبيرة من ضمنها هاونات ودبابات وعجلات كبيرة أخرى، وأيضا موجود عدد من قتل العدو لا زالوا في مواضع قواتنا اللي في أراضينا اللي قدرنا احنا نحررها. نعاهد السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله على أن نكون أولئك الجنود الأوفياء الذين يدافعون عن شرف أمتهم وشرف وطنهم وشرف قائدهم، وأن يبقوا دائما رهن الإشارة لرئيسنا القائد صدام حسين حفظه الله. شكرا. مشاهدين الكرام، عادة تزف إلينا إلى بقية محافظات وربوع العراق الحبيب بشرى الانتصارات من أبطالنا الميامين في جبهات القتال من الشمال حتى الجنوب، باركهم الله وسدد خطاهم إن شاء الله دائما بالنصر. شكرا جزيلا.
شلون اذا يا باشي؟ خوش بيه احوالك هي؟ تجيب صح؟ خوش بيه اخو بس تسالي لنا عندها اولادها شبيت؟ الله يجمع ثلاثة ثلاثة؟ بس ولد عندها؟ أربع بنات لا أربع بنات أربع بنات ثلاث ولد؟ أولادها يعني موظفين عسكري؟ الله يجمع ثلاثة لا عسكري ثلاثة توم وين عسكري؟ ما واحد مخدر عسكري إيه وواحد بالعمارة